بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام في كل مكان أينما كنتم، انطلق على أشواطكم أشواط الصعوب النقدي مباشرة مع المركز الأول مقدمة هذا الشوط، ولينطلق هناك مياس مطر بن راشد بن خويطر الماوكي على المركز الثاني، وفي المركز الثالث من الجانب الآخر تدخل في هذه اللحظات من يتواجد في هذا الانطلاق الجميل وبقيادة الوسمي صالح بن علي الوهيبي على المركز الثاني، وفي المركز الثالث من يتواجد الواضح أحمد بن محمد المالكي رابع المراكز مشهور محمد بن علي الوهيبي من ينطلق على المركز الرابع في هذا الانطلاق الجميل، المركز الخامس بشعر بطي بن زعل الوهيبي. هذه النتيجة مع المركز الأول أعود إلى الوسمي في مقدمة هذا الشوط اللي ينطلق نحو الصدارة ونحو القيادة، هناك مع المركز الأول اللي ينطلق نحو صدارة هذا الشوط اللي ينطلق مع المركز الأول منطلقا نحو التحدي الجميل الوسمي نحو الصدارة نحو المركز الأول بقيادة هناك صالح بن علي الوهيبي من ينطلق نحو التحدي الجميل، لكن التغيير لغجرة وطرة من الواضح أحمد بن محمد الماوكي على المركز الثاني، ولكن الصدارة مع الواضح الوسمي يعود من جديد في هذا التحدي الجميل، الواضح من غير في الأمتار الأخيرة نحو المركز الأول منطلقا نحو الناموس والانتصار. تهانينا والناموس لأحمد بن محمد الماوكي على انتزاع المركز الأول. المركز الثاني الوسمي صالح بن علي الوهيب، المركز الثالث كان هناك مع أيضا شاهين ناصر بن علي الوهيب، والمركز الرابع هناك مشهور محمد بن علي الوهيبي. توقيت نزل من دقيقة 45 69 جزء الثاني. تهانينا والناموس.